سفر المرأة لمنحة علمية بدون محرم هو سفر، والحقيقة أن المختار للفتوى بمثل هذا أن مثل هذه الاحتياجات، لأن المنحة العلمية سواء كان للرجال أو نساء هو احتياج الحقيقة للتعليم وكذا، فمثل هذه الاحتياجات يجوز سفر المرأة لها حتى ولو كان لا يرافقها محرم، طبعا بمراعاة الضوابط السفر والقدوم، بس بشرط ان المرأة يتوافر لها اما رفقة آمنة او تأمين لها في رحلة السفر واثناء اقامتها في المكان. واذا كان هناك نهي او شيء موجود في النصوص الشرعية فإحنا وجدنا أن هذا النهي المقصود به تأمين المرأة على نفسها، وفي المقابل وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعدي بن حاتم أن المرأة الضعينة، يعني المرأة الصغيرة الضعينة، ستسير إلى مكة لا تخاف على نفسها إلا الله والذئب، يعني بمعنى أنها يكون المقصد أنها ستأمن في السير، وما دامت أمن فهذا يذكره رسول الله في محل الثناء. فالمقصود أن في أثناء مدة السفر تأمن على نفسها، تأمن على كمان تتوفر لها المحافظة على ثقافتها وهكذا، فيجوز لها السفر للمنحة العلمية وغيرها كثير. بخصوص الانتحار، هو في نوعين. في انسان بينتحر لانه اصيب بمرض نفسي مثلا، واصبح المرض طاغي عليه بدرجه انه غير مسؤول عن تصرفاته، غير واعي، فده اكيد ربنا هيرحمه في السماء لانه مش مدرك هو بيتصرف ازاي. النوع الثاني هو نوع من عدم الايمان. في واحد بينتحر لانه مثلا مش مؤمن ان ربنا هيقبله. في ناس تقول كده، ده أنا عاملة خطايا كتير قوي وعمر ما ربنا هيقبلني. يعني إذا كان التصرف تصرف عقلاني ناتج من إيمان غلط أو من إيمان ضعيف، فالإنسان مسؤول في اللحظة ديت. أما إذا كان ناتج من مرض نفسي وعدم إدراك ووعي، فالإنسان هنا مش هيبقى مسؤول. إحنا ككنيسة بقى بنعمل إيه؟ إذا كان الإنسان منتحر عن قصد ووعي، في الحالة ديت الكنيسة مش بتصلي عليه، لأنه إنسان فاقد الرجاء ورافض الرجاء، والانتحار معناها رفض للحياة، فهنا الصلاة ما لا قيمة لها يعني. لكن طبعا لو كان عن مرض نفسي معروف، فالإنسان يعني الكنيسة طبعا بتترفق بهذا المرض وبتصلي عليه، وبيبقى لينا إيمان وثقة إن ربنا كمان هيترفق به.